المدير ينظم ويوظف. شوف هنا ايضا تدمج مع النقطه الاولى يدير مثل ما قلنا لك، يعني مش انه ينظم ويوظف فقط، ايضا هو يخطب ينظم ويوظف، لكن القائد الوظيفه الرئيسيه التوجيه من صفات القائد. التوجيه الصحيح، التوجيه، لان التوجيه هي تاثير، والتاثير على سلوك والتاثير على سلوك الاخرين من خلال ايش؟ من خلال التوجيه والنصح والارشاد. اعطي لك هذا بس. يعني الانجاز بمعنى الاداره بالاهداف، الانجاز وهذا هو الصحيح. لانه اذا ما تعاملناش بهذا المنطق بنظلنا نتعامل بالبيروقراطيه. يعني انت اذا عندك شركه مثلا، ايش بتعمل بالشخص يقول يبكر لك الساعه 7 ويخرج الساعه 3 عاد يزيدك ساعه، تجي تشوف هذا او صفر. في هذه الحالة اللي ممكن أن تدفع له راتب فقط، يعني وجوده مثل ما عدمه. في عام 2010 سلمتي إدارة الصحة بالضفر، لقيت الدوام طبعا أغلب الكادر متفق مع الخدمة المدنية يأخذوا نص الراتب ما يداومش، يعني قد في اتفاقات مسبقة، فأغلبهم كانوا موظفين مدراء في شركات أجار، مدراء في شركات تستلم بالدولار، يعني راتبه اللي عندنا في الحكومة يعني ما يتجاوز شهر 50. عاد في المدير الخامسة بس دفاع المجموعة الثانية. بعدين ايش قلنا لهم؟ خلاص انتم الان تقاسموا الفلوس المالية والخدمة المدنية، ايش دوام؟ يعني انا مش قادر اعمل حاجة، طلبتوهم حطهم شو المرتبات. انت الان ايش مشكلتك؟ قال يعني انا ب50 انا استلم مثلا من الشركة هذه استلم 1500 دولار استلم هنا، ما اشتي شغلت وظيفتي الحكومية. فقلت له خلاص انتم مثلا ايش قادرين تنجزوا؟ جيبوني مثلا كم تقدر تعطيني ساعات من دوامك؟ كم تقدر تعطي احنا ساعات؟ ايش قادر تعمل؟ فعملت لهم خطه عمل. فكان بعدين اعطاهم كل واحد مهام. انجز يعني بقى خلاص بقى سياسي.
سالم خلاص انت تستلم راتبك كامل بس اشتغل خارج الدوام اشتغل في البيت اهم شيء في الانجليزي المخطط هذا وكانت بدايه كويسه يعني هذا ممكن يعني احيانا الموظفين احيانا الموظفين يكون ما عندهش قدره يعني متى تعرف انه الموظف له اهميه في المؤسسه عندما يغيب يوم او يومين انت بتشوف المشاكل بتبدا تتوارى هي هذه تقول هذا صمام امان لكن بعضهم يغيب ولا له اهميه تظل الامور ماشيه سموثلي زي ما قلت انا في رايي لم ترى مسك الجمهوري اليوم صعب جدا او صادر هلا هون لا كل ما بيش كان كل ما وانقح حاجه اسمها قسم الطوارئ التوليديه في نقطه جديده شوف دائما انا مؤمن يا جماعه الخير انا مؤمن من خلال تجربتي بالحياه احنا عملنا باغلب المؤسسات يعني بشكل كامل إن الشباب دائما متحمس ويقظ ولا يمكن شاب يعني يتعين بمكان معين تحصله يعني خامل أبدا نهائيا كل الجيل يعني قديم نظرة لأنه نظرته بيروقراطية يتمنى إنه الوضع ما يتغيرش إنه الوضع يبقى كما هو وإنه البيئة بسيطة وهكذا يعني يحمل المجهود لكن الشباب دائما تحصله مغامرة وبالتالي يعطينا شاب واحد في أي منصب في أي مكان معين وهو تحصله مش أكتف مش متحمس مش يقر إلى الوظيفة أبي يعني يعني في هناك تدرج في فروقات لكن الكل منجز ولو أتيحت الفرصة للبلد يعني قيادة البلد للشباب بيحققوا الإنجاز ولذلك حتى القوة الخارجية ما يشوش لأنه ما يشوش تطور ولا يشوش تنمية لأنه أي قيادة للشباب أكيد بتحقق إيش تنمية. لما حقق تنظيم في مستشفى الجمهوري القاضي أبو البراك كان يداوم في كرسي مدير في مستشفى الجمهوري في الإدارة فكان أي مدير يجي يهرب يعني ما قدرش يداوم يعني جماعة لابسين حزمة ناسفة بعدين يجي قلت له خلاص أنت الآن إحنا نشتي قال أنا